حياكم بالزبدة، معاكم خالد، واليوم راح نشوف الاكس بوكس 1 اكس بروجكت سكوربيو اديشن اللي هو الاصدار المحدود من مايكروسوفت. هذا الاصدار في منه كمية محدودة، فاذا ما سويت له بري اوردر او ما حصلت لك وحدة معناته ان راح تحصلها في اي باي بسعر خيالي. اول شيء نشوف انه شكل البوكس الخارجي عبارة عن شكل الاكس بوكس الاصلية اكس بوكس 1 اكس، اكس بوكس على اسم اول جهاز نزل من مايكروسوفت. الاكس بوكس 1 اكس 40% اقوى من البلاي ستيشن 4 برو واربع مرات اقوى من الاكس بوكس 1 في خاصية ال HDR، وراح تنزل عليه العاب اكس بوكس، اكس بوكس 360 واكس بوكس 1 واكس بوكس 1 اكس. الالعاب راح تنزل حق الجهاز بال 4K. جهاز الاكس بوكس 1 اكس، الجهاز نار، الجهاز ثقيل يشابه الاكس بوكس 1 اس اللي سويت له انبوكسينج قبل فترة صغيرة، لكن الجهاز بالاسود بالكامل. وهذا البروجكت سكوربيو اديشن في عليه مثل نقط حوالي الجهاز، فبالبوكس راح تشوفون الاكس بوكس، الستاند، HDMI، الكنترولر وكيبل الكهرباء. كهرباء HDMI in out، USB IR out، SPDIF، وأيضا عندك الإيثرنت. أما من الأمام عندك USB 1 وعندك دقمة اللي تشبك فيها الكنترولر، وأيضا عندك منها الصوب الأجاكت حق CD. من ناحية يدة الأكس بوكس 1 اكس فهي بالضبط تشابه يدة الأكس بوكس 1 بالشكل وأيضا بالاستخدام. وعندنا أيضا هنا مكتوب بروجكت سكوربيو، لأن هذا الجهاز بروجكت سكوربيو الليمتد إديشن. وليش يغيرون تصميم الكنترولر لما هذا هو من أفضل الكنترولرز اللي استخدمتهم أنا شخصيا؟ ذكرت لكم أن الجهاز فيه 12 جيجا بايت رام، أسرع كونسول في العالم حاليا موجود بالسوق. جهاز يشغل لك ألعاب 4K، فيديوهات 4K عن طريق ألترا HD بلوراي ونتفليكس. كبي سي جيمر أشوف جهاز يشغل لي ألعاب 4K أقول جبار، على سعره اللي هو فقط 150 دينار نار. وهذا هو الانبوكسنج حق الاكس بوكس 1 اكس بروجكت سكوربيو اديشن، الاصدار المحدود من مايكروسوفت. اذا عجبكم هذا الفيديو سووا لايك، اذا ما عجبكم سووا ديسلايك، واذا تبي تشوفون فيديوهات زياده من الزبده فولو على الانستغرام وسووا سبسكرايب على اليوتيوب، وحياكم بالزبده.